زوجتي وضعت منذ 10 منذ 8 4 26 يوم. نعم وبعد وانقطع عنها الدم منذ 10 ايام. والان يعني ينزل بعض الافرازات البنيه عليها يعني. يعني حكمها في الصيام والصلاه والحاجات. كيف الافرازات البنيه وكيف انقطع الدم؟ هل رات القصه البيضاء؟ ده نفاس، ما انا ما اعرفش هل في علامه مثلا للنفاس؟ نفس علامات الانتهاء من النفاس. علامات للنفاس هي علامات النفاس، علامات الحيض، علامات الانتهاء من النفاس هي الحيض، وهي اما القصة البيضاء واما الجفوف. فاذا كان الدم قد انقطع تماما منذ 10 ايام لازمها ان تصلي، لكن ما ادري ما الذي نزل عليها بعد 10 ايام، هل نزل دم ام نزلت صفرة وكدرة، وهل رأت القصة البيضاء ام لم ترى القصة البيضاء. فنفترض أنها رأت القصة البيضاء منذ 10 أيام، إذا كان ذلك كذلك كان يلزمها أن تصلي هذه الأيام العشرة وأن تصوم، إذا كانت من حقها أن تصوم، حقها أن تصوم. فإن لم ترى القصعة ونزل يعني وترى إفرازات بنية بس، يعني إفرازات ميلة للون البني. يعني هي صفرة وكدرة أم دماء؟ صفرة مع كدرة كده. يعني ليست دماء. إذا لم تكن دماء وقد جف الدم فعلى ذلك الآن تغتسل وتصلي. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.